هذا الوطن، حنا خدمة للوطن، ودمائنا والحامل للوطن، وحنا أهل الوطن. حنا أكلونا الأجانب سطحات سايبة في الشوارع، يعطون راعي السيارة 100 ريال والباقي لهم النهار كله، ونافسونا في رزقنا، وحنا عاطلين العالم هذا الله كله. نامل من الله ثم من خادم الحرمين الشريفين التوجيهات ومساواتنا بأهل المدينة وأهل الرياض وأهل المنطقة الشرقية والمناطق اللي تمت السعودة فيها تطبيق السعودة، وحنا سعوديين. هذه سياراتنا، يمكن المسؤولين ما يدرون ان في سيارات بالحجم هذا وان في سعوديين بالحجم هذا. هاي هي الان قدامكم، صوروها من قلبات ومن سطحة هذا جزء، والباقي مأمنين العمل هنا من باب رزق حق السعودة. هذه كلها اقصاد من باب رزق، عجزنا سد الاقصاد، اقصاد عجزنا فيها. فينا اللي شغال بالنص، وفينا اللي ممتلك سطحه، وفينا اللي ما يعلم بحاله غير الله. كل ابونا هنا نكد على اسر في حاجه الشيء ذا. الخضار سعوده، الجوالات سعوده، نص البطاله اشتغلوا في الجوالات، وبيض الله وجيه من امر بالكلام ذا. حنا نامل من الله ثم عندنا خطابات، طلعوا الخطاب، عندنا الخطابات ما نفذت، هذه ما نفذت، سعوديين ولا نفذت. منين الخطاب؟ من أمارة مكة ومحافظة الطائف محافظة جدة، هذا الخطاب. السعودة اللي بيقراه يقراه لهم، وكلها ما تنفذت الكلام ذا. نامل من الله الأول الثاني يجونا يشوفون وش وضعنا وش عندنا. حنا بحاجة السعودة، ونامل من الله ثم منهم توصيل الكلام هذا للمسؤولين. أقرأ يا خالد، توصيل الكلام ذا لولاة الأمر. طيب ايش مكتوب؟ ما اقرا التعبير عشان يسمعون. احنا نبغى تطبيق المناطق الاخرى، مساواتنا بالمناطق الثانيه. نعم. تبوك المدينه وحايل كلهم سعوديين. وابها والمدينه من اولها. وابها والمدينه من اولها كلهم سعوديين الا الطائف والقصيم. كل ما جاء امر حط في الدرج. خوف والله يا مسؤولين فينا، اتقوا والله. هذه الاوامر اللي عندكم اللي تدل ان سعوديين. طالب امر السعوده، طالب امر السعوده، جميع النقل المتوسط، كل سعوديين، سطحات، صناديق. بالعلم ان الاجانب ما يملكون رخص على السيارات هذه، وشغالين فيها تبع شركات. ادرى الخطاب، خليني اقرا الخطاب. هذا خطاب موجه لاماره مكه. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكه العربيه السعوديه، اماره منطقه مكه، المشروع الوطني للتدريب والتوظيف. سعادة مدير إدارة المرور بمكة المكرمة، سعادة مدير إدارة المرور محافظة جدة، سعادة مدير إدارة مرور محافظة الطائف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاق لخطابنا رقم